لابد أن نركز على حراك شعبي في كل الأرض الفلسطينية وأينما أمكن ذلك في بلدان الشتات واللجوء وخاصة الجاليات في الغرب. ثانياً وبكل وضوح وصراحة، خطوة نوعية تتخذها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وهي إلغاء اتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني. هذه خطوة مستعجلة، حتى ما نقول لما نستكمل الوحدة الوطنية وإلى آخره، لا، هلا خلينا نأخذ خطوة نوعية تعطينا فرصة لنجتمع ونناقش وإلى آخره إلى آخره. بعرف الوقت لا يسمح كثيرا، لكن خلينا تبادر هذه الجهة التي وقعت على اتفاقات أوسلو بالإعلان عن إلغاء اتفاقات أوسلو، وهذه نقطة تشكل أيضا إجماع فلسطيني. النقطة الأخرى، حراك شعبي عربي أينما أمكن ذلك في الأقطار العربية. أسبوعي كل يوم جمعة أو يوم أحد أينما أمكن ذلك للإعلان عن رفض ما سمي بصفقة القرن. بدنا يعني باستمرار يكون في شيء إذا أمكن ذلك، وكله بنحطه بنفس الدائرة إذا أمكن ذلك. نفس الشيء بالنسبة للجاليات في الخارج، تقوم أيضا بحراك واعتصامات مستمرة وكل أسبوع على الأقل يوم، حتى يبقى هذا الموضوع حاضر في كل وسائل الإعلام.